پیش دی درباز بونا نزیکی 6 ماه لسر نخوشی کرونا و همو جه لبحواندنی هاتی نگردن جارک دی درگه یاریکه لبر یاریزانا و بو على سود السردين بتحريم مع تحريم هذا دوري انا جوم سنونه يعني بس فريقات سنونه قديما وافتتاحيه الدوريه يعني بينهم جواكي خوشه وايرو افتتاحيه ما مشكله فوز وخساره اهم شيء زلام كبير بقى وشعار الرياضه طبعا حب وطاعه واحترام النيف ذهبي والجمهور قالك تي بال نفسيا خوش بيرتك يعني مباراه خاصه بشتي فيروس كورونا هذه ملعبو فدرقي هادنا قرتن يعني فكره هناك كابتن لاعب السنونات قديم بو افكر دانين جو ام بشتي يعني مجال داين حكومه ديوان ملعبها فكن هنا القائد الشجاع المباراه يحتاج الى قائد دوري سنوني هاتنا بكرن لبر بستو دي تيما بشتي في او فيروس كورونا و ام خسرين بس اهم شيء مشاركه بو لعبه خوش بو وبراتي بو ما ذي مستمر تشتري وصافا بنت عمي شباب بقين اليوم منطقة محتاجة تشتري وصافا بيش بير بقين بربي أو كورونا خبرة السنين ياريزانين سنوني غازن داجين نوي ناجيه لناف نادية شنغالي داد جن وطبعا نادية شنغال نو كان نادية شنغال أم نزان هو شب نادية شنغال هادية احتمالا نو هنك جهات سياسي وان بربن حق خواربن وصرنا في ازدياوان مثلا وخلق شنغالي لازم بان هو نادي الشنغال هابا ملاعب هينا ما مدرب هينا ما يد تربية رياضية هينا ما معلق هينا ما يد رياضي بارس هينا ويد كشفيت شتي فين بكن واف بطولات طبعا قلق في ذا العالم يتكن الله 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 تبارك الله فريق سلطان سنوني بس جولان برامبر ده جولا بسر فريق تحرير كات فهي ما ملكو يزدي نيوز نحيا سنوني